أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل رمى يوم النحر عند رمي الجمرة الكبرى. رجل رمى يوم النحر. لو ما تقرب من الآخذة عشان يتضح الصوت. نعم. رجل رمى يوم النحر. نعم. عند رمي الجمرة الكبرى. عند رمي الجمرة الكبرى. كيف رمى عند رمي الجمرة؟ أو رمى الجمرة قصدك؟ رمى الجمرة الكبرى. أي نعم. فكانت 5 حصيات وقعت في الحوض والأخرى خارج الحوض، فلم يأخذ حصيات ليكمل الرمي، وظن أن فعله ليس فيه بأس وأنه صحيح، فسأل بعض أصحابه في اليوم الثاني من المبيت بمنى، فقالوا: اسأل عن ذلك فماذا عليه؟ ما تم رميه، لازم 7 حصيات، لازم 7 حصيات، فإذا ما مضى وقت طويل يرجع ويكمل 7 حصيات، إذا مضى وقت طويل فإنه يرميها في اليوم الثاني بدل عن اليوم الأول، قبل رمي حصيات اليوم الحاضر، يرمي عن اليوم الماضي قبل أن يرمي عن اليوم الحاضر لأجل الترتيب. أما إذا فات وقت الرمي وانتهت أيام التشريق، فإن كان ترك 3 حصيات فأكثر إنه يكون عليه فدية، أما إن ترك 1 أو 2 عن كل حصاة إطعام مسكين. نعم.